الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نرحب مشاهدينا الكرام بمدير الشؤون الصحيه بالطائف سعيد بن جابر القحطاني وضيوف الكرام الذين يظهرون مشاهدينا الكرام لافتتاح هذه البطوله العريقه، بطوله ارتقت في مستواها وقيمة دوري كره القدم لمنسوبي صحيه الطائف لعام 2020 في هذه الليله الكبيره، والذي يرعى حفل افتتاح